بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنتحدث عن الإمام البلاغي العالم اللغوي والبلاغي وسبب تسميته بالسكاكي و سبب تركه للصنعة واتجاهه للعلم. نذكر أولا نسبه، هو نسبه هو أبو بكر يوسف بن أبي بكر بن محمد سراج الدين الخوارزمي. ولد فيما وراء النهر في الثاني من جماد الآخرة سنة 555، وكان في أول أمره صانع معادن، وقد مهر في حفر السكة أي النقود، ومن ثم لقب بالسكاكي، وكان يصنع أيضا الأقفال الدقيقة، وقد صنع يوما محبرة لها قفل، ولم يزد وزن الاثنين على قيراط واحد، وأهدى المحبرة إلى والي الإقليم الذي كان يعيش فيه، وقد كوفئ السكاكي على ذلك المكافأة المناسبة، ولكن سرعان ما أقبل رجل على مجلس الوالي فقوبل بمظاهر الإجلال والتعظيم، فعجب السكاكي لذلك. فلما سأل عن الرجل قيل له إنه من أهل العلم، ورأى السكاكي أن العلم موضع الإجلال والتعظيم أكثر من الحرفة اليدوية أو عن أي صنعة أخرى، فعزم على أن يصبح عالما يحظى بإجلال العلماء، فاتجه للعلم، فكان هو السكاكي عالم البلاغة المشهور.